عايزين نطمئن السمك اللي بناكله في مصر سمك سليم. اديني 3 كيلو، اديني 2 كيلو. التقرير ده موجود على الانترنت. 100 عينه تحاليلها بقول مفيش متبقيات هيفي ميتال ولا بيست سايدس في السمك. عندي دوكيومنت تحت ايدي، اقول له انت كذاب، انت بتعمل ملوث. امثل حاجه ليه؟ ما بتديهاش ليا ليه دي؟ وتجيب صوره سمك ميت من على النت ولا تاخد من كل حوض من كل مزرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور احمد نصر الله من مركز دولي للاسماك. معايا دكتور مالكوم ديكسون، معايا الاستاذه منى. جايين عشان الموضوع اللي بنناقشه النهارده موضوع في غايه الاهميه، اللي يصير الشهر اللي فات عن تلوث الاسماك في مصر، تلوث اسماك المزارع السمكيه. الحمد لله كنا محظوظين ان احنا في 2012 كان معانا بروجكت، وكان في ناس جايين لنا من كينيا من افريقيا عشان يتجمعوا عينات سمك. كانوا جايين بميزانيه ايه؟ 5000 دولار. وعايزين يجمعوا 200 300 عينه سمك. فسالنا في المعمل اللي هو معمل تحليل المتبقيات المبيدات، العينه الواحده كانت باكثر من 1000 جنيه. يا دكتور مالكم الناس دول مش معاهم ميزانيه. قال هنحلل السمك، يعني هنحلل السمك. ليه؟ قال عايزين نطمئن السمك اللي بناكله في مصر سمك سليم، انا عارف ان السمك ده كويس، بس مش عايز اقول كده شفويا. عايز اقول بناء على دليل علمي، يكون معايا تحليل بناء على دليل علمي. فجمعنا عينات في 2012 وحللناها، ومعانا شهادات من معمل متبقيات المبيدات بيقول ان السمك ده سليم. العينات دي اتخذت من مزارع، من 6 مزارع في مصر، ومن اسواق جمله، ومن تجار تجزئه في كفر الشيخ. دخلنا الاسواق واشترينا من التاجر زي اي عميل، زي اي زبون بيشتري. اديني 3 كيلو، اديني 2 كيلو، وعديت من محل 2 3 بطريقه عشوائيه بنظام احصائي علمي تماما. لكن العدد كان مش كافي. جه بعدينا اللي قال لي ومعاه المركز الدولي للاسماك، قالوا العينات دي مش كافيه، 32 عينه، عايزين نعمل عدد اكبر من العينات. المركز الدولي اللي هو الورلد فيش حلل العينات في الكيو كاب، مركز معتمد دولي. الايرلي الجهه الثانيه قالت لا، انا ممكن اكتفي بالتحليل في جامعه طنطا، جامعه كفر الشيخ، وعملت 100 عينه وحللتها. التقرير ده موجود على الانترنت. ال 100 عينه تحليلها بيقول مفيش متبقيات هيفي ميتال ولا بيست سايدس في السمك. جميل. دراسه جيده جدا احنا محتاجينها. للاسف الشديد القصور، ما اسمح لي، عند حضرتك انت حطيتها على النت وما علمتش بيها حد. مش انا اللي حطيتها يا فندم. لا دي نتيجه، دي نتيجه ابحاثك ونتيجه شغلك. اخبر الجهات المسؤوله بيها. فهم عندي انا امبارح بيطلب مني عندك نتيجه تحليل سمك صالح للانسان او فيه مبيدات او فيه حاجه؟ قلت له هجيب، تسمح لي لسه بقالي شهر هجيب عينات، وكلفت الهيئه عندي تجمع عينات وتحلل. انت عندك نتيجه جاهزه؟ انا جاي لحضرتك بالاقتراح ده. اولا الريبورتات دي عند الدكتور محمد فتحي من اكثر من 6 شهور. لا انا بص انا 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 انا, أنا يعني الدكتور محمد فتحي استاذي وحبيبي، انا بتكلم على هيئه. طب انا جاي لحضرتك بتكلم على جهات، انا جاي للجهات المسؤوله. ما والله جاي لحضرتك، جاي لهيئه الثروه السمكيه، ابعتها لوزاره الزراعه، ابعتها لوزاره البيئه، ابعتها لوزاره الصحه. الناس اللي بتناقشنا في النتائج دي مش كده يا فندم؟ اقوم يبقى عندي دوكيومنت تحت ايدي اقول له انت كذاب، انت السمك بتاعي مش ملوث. ده كلام سيء. وانا عملته وعملته حبيس الترك زي معظم الرسائل والابحاث بتاعته. حصل. حضرتك في دراسه ثانيه عملوها الهولنديين في مصر، انا ما كنتش طرف فيها، كان مع السويل الامريكيه كانت موجوده معاهم. او جمعيه منتجي الاسماك في كفر الشيخ، وحللوا بتاع ده، خدوا ميه من المصرف مباشرة، وخدوا مية عدوها على الويت لاند عشان يتخلص من الهيفي ميتال، وخدوا عينات السمك في النهاية لقيوا مفيش فرق. يا فندم دي نتائج هايلة. لا موجودة على أنا في أمس الحاجة ليه؟ ما بتديهاش ليا ليه دي؟ أنا هرجع لحضرتك دلوقتي الحاجة التانية. لا بس تبعتها لي بعد كومنتد. حاضر. عشان ما تبقاش نتائج أنا بعلمها بشكل رسمي مختومة معمولة، مش ورقة أنا جايبها من على النت. من على النت اقدر اجيب حاجات كتير قوي، زي الناس اللي بتروح تصور مزرعه سمكيه هي كويسه واتعملت معايا، وتجيب صوره سمك ميت من على النت ويحطها. لان انا شفتها بعيني. دكتور ويقول لي ده السمك ميت عندك، اقول له ميت. طب ما انا اجيب ملعقه 100 سمكه ميته من على النت، 100 صوره. يا دكتور مش بتاعي. يا دكتور انا جاي لحضرتك النهارده في حاجه
احنا عايزين نعمل برنامج تحليل دوري لعينات السمك من مجموعه مزارع تجمع بطريقه عشوائيه علميه تماما ومن الاسواق ونحللها في المركز المحلي. دخل من ضمن المجموعه اللي انت هتعملها الاربع مزارع اللي تابعين لهيئه الثروه السمكيه. طب نستاذن حضرتك نعمل الشغل ده مشترك ما بين المركز الدولي للاسماك وهيئه الثروه السمكيه. يشرفني ومستني نتيجته امبارح. يعني نقعد مع بعض نصمم العينات بحيث يكون كل الناس اوير بيها عارفين احنا بنعمل ايه والشغل ده مشترك. حضرتك قدم الطلب وهنديلك عليه النهارده ونفذ من بكره. روح خد عينات اللي انت عايزها مش عينه ولا اتنين ولا تلاته. ان شاء الله تاخد من كل حوض من كل مزرعه مش هتعرف بس يبقى عندي نتيجتين ودوكيومنتد. محتاجين نقابل حضرتك في الهيئه عشان نصمم العينه ونتفق مين اللي هينزل معانا. لو تحب تجيني بكره اهلا وسهلا. مكتبي مفتوح لحضرتك النهارده وبكره. خلاص ماشي اهلا وسهلا بيك يا دكتور. وده شغل تشكر عليه.